السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا شباب، معكم قناة برا 88. أرجناكم مقطع جديد في لعبة Red Dead Redemption 2 Online. طبعا أخواني إقلش تدبيل خريطة الذهب، لكن تدبل خريطة الذهب بدون استخدام أي مهمة، يعني تدبل بدون مهمات سترينجر أو المهمة البرتقالية. قبل أن ندخل ونشوف متطلبات قلتش، لا تنسونا من اللايك والنشر، وإذا حاب أنك تدخل معنا في جروباتنا على التيجرام وجروبنا على الديسكورد حياكم الله، الروابط موجودة في الوصف تحت. يلا نقول بسم الله ونشوف متطلبات قلتش مع بعض. Let's go. بداية يا عيال لازم تكون سيرفر خاص، وهذا شيء أساسي إنك تكون سيرفر خاص. طيب يا برو كيف أسوي سيرفر خاص؟ راح أخلي لك رابط مقطع فيديو اللي هو جليتش سيرفر خاص، تسوي الجليتش بعدين تجي على هذا المقطع وتطبق خطوات جليتش. والطلب الثاني تجي توقف عند هذا المكان اللي تشوفه أمامك في المقطع. اوكو يلا نبتدي بخطوات جليتش ونقول بسم الله. في البداية كل اللي عليك تضغط اوبشن، بعدين تروح على كلمة اونلاين تضغط عليها اكس بشكل عادي، راح تطلع لك الصفحة الرئيسية. كل اللي عليك انك تضغط على كلمة فري روم والصورة اللي على جهة اليسار، راح ترسمن في السيرفر بشكل عادي. كل اللي عليك انك تصفر لحصانك وتركب الحصان وتتجه عند مواقع رسبون الخريطة اللي راح ارويك اياها الان. هذه موقع رسبون الخريطة رقم واحد بتكون على الشجرة، خريطة بتكون على الشجرة مرسبنة، وهذه بتكون خريطة مع شخص، بتكون خريطة مرسبنة مع شخص، واللي جنبها بالضبط راح تكون خريطة مرسبنة على الشجرة. هذه بتكون ثلاث مواقع اللي راح نطبق عليها خطوات جليتش. الآن كل اللي عليك راح تتجه عند موقع رسبون الخريطة بشكل عادي. من أوصل عند الخريطة راح أرجع لكم على طول. ومثل ما تلاحظون رسبنت معانا الخريطة بكل سهولة، يعني جليتش جدا إيزي بيزي. الآن كل اللي عليك انك تعلق على مثلث وتاخذ الخريطة بكل سهولة، وبس تشوف شعار على جهة اليمين شعار الخريطة، كل اللي عليك انك تفصل الشبكة وترجع الشبكة. بس تفصل الشبكة وترجع الشبكة راح تطلع لك الصفحة الرئيسية، تضغط على كلمة فري روم الصورة على جهة اليسار، راح ترسمن في السيرفر بشكل عادي. كل اللي عليك انك تصفر حصانك وتتجه عند موقع رسبون الخريطة اللي حددنا عليها في بداية المقطع. الخريطة اللي بتكون رقم واحد، بتكون رقم اثنين، بتكون رقم ثلاثة. لكن في ملاحظة يا اخوان لازم انبهكم عنها، اذا ظهرت لك هذه مهمة المنشان اللي في الخريطة، مثل ما تلاحظون ظهرت لي انا مهمة المنشان، فهذه المهمة راح تخرب علي رسبون الخريطة، يعني تمنع الخريطة ان ترسبن. الان راح اعطيك الحل حقها. الحل حقها انك تتجه عند هذه المكان اللي انا محدد عليه بالضبط، تتجه عند هذا المكان، ومن ثم كل اللي عليك انك ترجع لعند موقع رسبون الخريطة. فتلاحظ ان الخريطة رجعت رسبنت مرة ثانية، فضروري لازم تسوي نفس الطريقة اللي أنا سويتها، ولازم تحدد لعند المكان اللي أنا محدد عليه بالضبط. والآن كل اللي عليك إنك تتجه لعند موقع رسبون الخريطة، راح تلاحظ إن الخريطة رجعت رسبنت مرة ثانية، ومثل ما تلاحظون بوم رجعت رسبنت الخريطة مرة ثانية، يعني جليتش جدا إيزي بيزي. الآن كل اللي عليك بس تشوف الخريطة رسبنت، كل اللي عليك إنك تعلق على مثلث وتاخذ الخريطة بشكل عادي. وبس تشوف شعار على جهة اليمين شعار الخريطة، كل اللي عليك انك تفصل الشبكة وترجع الشبكة، ضروري انك تفصل الشبكة علشان ترجع ترسبن الخريطة مرة ثانية. مثل ما لاحظتوا يا اخوان فصلت الشبكة وراح تطلع لك الصفحة الرئيسية، تضغط على كلمة فري روم الصورة على جهة اليسار، وراح ترسبن في السيرفر بشكل طبيعي. كل اللي عليك انك تصفر لحصانك وتتجه عند موقع رسبون الخريطة اللي راح تكون رقم واحد، بتكون رقم اثنين، بتكون رقم ثلاثة، وراح نلاحظ ان الخريطة رجعت رسبنت مرة ثالثة. مثل ما تلاحظون بوم رجعت رسبنت الخريطة مرة ثالثة، جليتش جدا ايزي بيزي. تمام يا اخوان، اذا ما رسبنت الخريطة كل اللي عليك انك تفصل الشبكة وترجع الشبكة. اذا لفيت على الثلاث اماكن اللي انا محدد عليها بالضبط ولاحظت ان الخريطة ما رسبنت، ضروري انك تفصل الشبكة وترجع تعيد الخطوات مرة ثانية علشان ترجع ترسبن الخريطة مرة ثانية معك. تمام يا جماعة، انا انتهي من هذا المقطع، اتمنى اني ما طولت عليكم. شكرا لكم على الدعم، كان معكم اخوكم يوسف من قناة برو 88.
مع السلامة. Peace.